بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكر المراسلة ديال قناه الدار على القدوم الى ادرال، ومن هنا نحاول نقدم واحد التفاته ولا واحد نقدم واحد كلمه على حساب مباراه الاخيره ديال فريق الاولمبي ضد فريق الارجنتين وفريق الاولمبي الارجنتين. المهم كيف ما شاف جميع المغاربه، انتصار مستحق لفريق الاولمبي المغربي، وكما كانت النتيجه فذلك لا يدل على زعما الاداء اللي قدموا اللاعبين ديالنا. قدموا مباراه جميله، تيكي تاكا كيفاش نسميوها، برازيليه افريقيه، كما تتسمى الكره المغربيه، نسميوها تيكي تاكا برازيلي. السلام عليكم، كنت كاف تغطيه هذا الاسكان. بالنسبه لماتش المنتخب ازري بخير، كحكم لقيت بعض الاخطاء كارثيه باينين. نتمنى ان شاء الله الماتش اللي كان قدام دحور يوقع زود الماتش. بالنسبه للعابه كل شيء لعب نسكري هذه المباراه فولكين، غير اللي صايي تعجب بزاف كسفيان الرحيمي سكري بو ماتش فولكي سكري الماتش فولكين. دكا كجمهور تاتني اللي سنو كان كتافا غوتن تشجع المنتخب، الحمد لله زود الخير هذا راح يصفرح. السلام عليكم. الراي ديالي فيما يخص المباراه ديال المنتخب المغربي الاولمبي ضد المنتخب الارجنتيني الاولمبي في منافسه ديال اولمبياد فرنسا لسنه 2024، كنظن باللي المغرب لعب واحد المباراه اللي هي جد جيده وكان كيستحق ثلاثه النقاط ديال المباراه، وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا اننا ناخذوا ثلاثه ديال النقاط رغم سوء التحكيم في الاعتقاد ديالي اللي كان اللي غير صراحه المجريات ديال المباراه. شكرا بزاف للعابه اللي تقاتلوا اللي قدموا واحد الاداء اللي هو جد جيد، خصوصا اللاعب سفيان الرحيمي اللي بالاعتقاد ديالي اللي هو احسن لاعب في المباراه، وبلا ما نساو الجماهير اللي حضرت بكثافه اللي شجعات عطات واحد الدفء للملعب للعابه اللي حسوا بحال لاعبين في البلاد في المغرب. كنتمنى من من اللاعبين ومن الجماهير يعني يبقاو بهذا نفس الاداء وندخلوا للماتش الجاي بواحد الانرجي اللي هي زوينه باش اننا ناخذوا 3 بوان ديال الماتش الجاي ان شاء الله. وشكرا للمنبر الدار. انا بالنسبه للمنتخب المغربي بصفه عامه سواء الفريق الاول ولا الفريق الثاني ولا باقي الفئات ديال المغرب، فهم يقدمون مباريات جميله، كاين تنافس، كاين لاعبين ذو قيمه عاليه في الاوساط الرياضيه سواء الاوروبيه ولا الافريقيه. في المباراه كنشوف انا شخصيا ان احسن لاعب في المباراه هو سفيان الرحيمي، وذلك من خلال التجربه اللي عنده، من خلال الاداء وتسجيل هدفين، تسجيل خصوصا هدف ضربه الجزاء اللي كانت باحترافيه. بالنسبه للجمهور اللي حضر الاولمبياد باري ولا الماتش الاول ديال المنتخب، فجمهور كيفاش نقولوها، جمهور متعطش للفوز، متعطش للكره، كره القدم. حضور وازن للمغاربه في جميع الاحتفالات ولا الانشطه الرياضيه الكبرى في اوروبا وفي افريقيا عامه. ايوا الحمد لله. المهم تنتمناو ان المنتخب يسير باقي المباريات اللي بقى في المجموعه، ولما لا الظفر باللقب كاول لقب للمنتخب. وشكرا. كيف ما قلنا فالحكم لم يكن حاضر 100%، يعني كانت اخطاء بالجمله خصوصا ضد المنتخب المغربي. بالنسبه للقطه الاخيره فما عرفتش واش خطا من الحكم ولا من غرفه الفار، خصوصا كان واحد الخطا ديال اللاعب الزلزولي، واحد الخطا ديال اللاعب الزلزولي اثناء رغبتي في ابعاد الكره عن دفاعات المنتخب، ولكن الحكم لم يصفر شيء واكتفى بانتظار اللقطات اللي تالق فيها الحارس المحمدي. وفي الاخير بعد ساعه ونص ولا ساعتين رجع اللاعبين الى الملعب ورجع الفار،
ومنه راه حيد البيت واعلن على الانتصار ديال المنتخب اللي هو انتصار مستحق اداء ونتيجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.